بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح النهارده ان شاء الله دايره ال 2 اوت اوف 3 في اللو فولتج. تعالى كده اهو دلوقتي لما الجهد بيوصل لي من انقمر واحد، 2 اوت اوف 3 كلنا عارفين فيها 2 انقمر اهو، واحد انقمر اهو واثنين انقمر الثاني اهو، و باسكابلر سيركت بريكر باسكابلر، تمام كده. افترض دلوقتي الجهد جالي من انقمر واحد، بيخش الاول على الفيس سيكونس اللي شرحناه كتير، ده في السيكونس الخاص بانقمر واحد، وده في السيكونس الثاني الخاص بانقمر اثنين، تمام. اول ما الجهد بيجي لي على الفيس سيكونس، طبعا دي رسمه البريكر بتاع انقمر واحد، ووراها رسمه البريكر بتاع انقمر اثنين، ووراها رسمه البريكر بتاع الباسكابلر، هنقول الفرق ما بينهم. بس اول حاجه الكهرباء، الجهد لما بيجي لي على الفيس سيكونس بيخش على كي يو 1، ده ريلي راكب عليه تايمر، فين هو؟ وريهولي كده شاور لي عليه. كي يو 1 اهو، ده عباره عن ريلي راكب عليه تايمر هوائي اون ديلي، تمام. التايمر ده بيعد وقت، بعد كده يروح قافل كونتاكتات، بيقفل لك كونتاكتات. اول كونتاكت بيقفله، في كونتاكت هنا انترلوك، اتنين ريلي كي 1 وكي 2 موجودين فين؟ اهم كي 1 وكي 2. دول فايدتهم ايه؟ دي فايدتهم ان دايره الكنترول دي كلها لازم تشتغل من نفس الفازه، لازم تشتغل من نفس الفازه. فانا لو عندي الكهرباء جايه لي من انقمر واحد هتشتغل من انقمر واحد، لو عندي الكهرباء جايه لي من هتشتغل من انقمر اثنين، لو عندي الجهد جاي لي من انقمر واحد وانقمر اثنين البريوريتي في انقمر واحد. فالبريوريتي بتعمله ازاي؟ بدايره انترلوك ما بين اثنين ريلي كي 1 وكي 2. تعالى كده، ادي الريلي اللي عليه التايمر ده حس بالايه؟ غير وضعه، فكي يو 1 دي الكونتاك ده قفل، فكي 1 لقط وعمل في نفس الوقت انترلوك على كي 2، بمعنى لو كان الجهد جاي لي برضه من كي 2 من انقمر الثاني ما ايه؟ ما ياخدش فرده الكهرباء منه، يبقى فرده الكهرباء جايه لي من مكان واحد مش مكانين. او دي اول حاجه عملها، كي 1 الكونتاك ده قفل واداني الكهرباء فين؟ غزالي بيها السيركت بريكر، راح لي للصفحه 18 اللي هو الايه؟ البريكر ده. دي صفحه 18. فالجهد مشي غزالي الماتور الشحن وغزالي بقيه الحاجات، لمبات البيان وبقيه الحاجات، وبرده طلع راح لصفحه 19 غزالي الماتور بتاع انقمر 2، وراح برده للباس كابلر وغزالي الماتور بتاع الباس كابلر. يبقى انا خدت الجهد بتاع دايره الكنترول ده، الكنترول دي من ايه؟ من فازه واحده، من فيس سيكونس واحد. تمام كده؟ ونفس الوقت قفل لي كونتاكت تاني هنا كي يو 1، دي برضو الكونتاكت ده قفل، شغال لي لمبه البيان قال لي يو 1 اوكي جرين، يعني اي سي فولتج اوكي، مفيش مشكله في الجهد. اللمبه دي مكانها فين؟ فوق الانقمر، تعالى هنا اللي هي دي. انت ما شاء الله انت رحت معانا، انت جيت معانا. يبقى دي اول حاجه عملها، يبقى اول حاجه لازم نعرفها كل دايره الكنترول دي هتشتغل من فازه واحده، يا انقمر واحد يا انقمر اثنين، ولو الاثنين مع بعض البريوريتي لانقمر واحد. الرسمه كده دي خلصنا منها. نفس الكلام قبل ما نخلص منها، لو الانقمر اثنين ده ما عليهوش كهرباء، انقمر واحد ده ما عليهوش كهرباء، انقمر اثنين بقى هو اللي عليه كهرباء، هيعمل ايه؟ الجهد برده نفس الكلام، ده هيخش بقى على الفيس سيكونس الثاني اللي هو ده، الفيس سيكونس الثاني برده هيخش على دايره ريلي بتايمر اهي، اللي هي كي يو 2 دي، اللي هي دي كي يو 2 دي كده، هتعد وقت برضو وتروح جايه لي فاصله لي الكونتاكت ده كي يو 2، هتقفل الكونتاكت ده. طبعا ده انترلوك مع دي نقطه برضو من الفيس سيكونس الاولاني، ان هي ان هو ضامن ان هو ما عليهوش جهد، فاشتغل كي 2 عمل لي انترلوك مع كي 1، يبقى انا شغال دلوقتي بدايره الكهرباء من انقمر 2. واضحه؟ واضحه. لو عندك سؤال اسال عادي، يعني اللي بيصور لو عنده سؤال يسال. كده خلاص خلصنا من دي. دلوقتي الهدف ايه دلوقتي؟ ان انا عايز اشغل، عايز احط كهرباء على انقمر واحد، تمام؟ يبقى لازم الكلوزنج كويل والاندر فولتج ريليس كويل يجي لهم كهرباء. افتح كده الصفحه اللي هي الصفحه دي كده. دي اهم صفحه في الرسم. ايه الشروط بقى عشان انقمر واحد يكون عليه جهد؟ ان هو يطلع كهرباء. عندي سكتين ليه، دي طبعا دي فرده الكهرباء اللي جايه معانا، الكي 1 ده لقط خلاص، الكونتاكت ده قفل، ده كونتاكت برده من ايه؟ من الريلي اللي عليه التايمر اللي هو كي 1 ده برده نفس الكونتاكت. حط لي هنا اربع شروط.
اول شرطين دولت ان الاثنين بريكر يكونوا اوف او ما يكونوش اون هما الاثنين، لا يعني ما يكونش واحد منهم اون، يعني الباس كابلر والانكامر اثنين ما فيش واحد فيهم اون. وقال لك لو البريكر كان الانكامر اثنين او الباس كابلر كان واحد منهم في التست عادي عدي، يعني عشان تعدي الجهد. لو انا دلوقتي لو مش عايز اعدي الجهد بتاع انكامر واحد، عندي الباس كابلر او ده انكامر اثنين في التست والباس كابلر في التست والاثنين كانوا اون، فالكونتاك ده اوف 3 واوف 2، دي نقاط جايه من ايه؟ جايه من ريلي. ده نقطه الاوف بتاعه الباس كابلر ودي نقطه الاوف بتاعه انكامر 2. لو الاثنين شغالين الكونتاكين دول هيفتحوا، فكده الجهد عمره ما يدخل، كده يعرف ان الباس كابلر اون وايه وانكامر 2 اون. واحد منهم بقى اوف النقطه دي هتقفل، فالجهد هيمشي هيعديل على ايه؟ شروط ثانيه برضو كي اس دي اي 1، ان انكمر واحد ما عليهوش تريب، دي نقطه تريب. وريني كده كي اس دي 1 اللي هو الريلي ده كي اس دي 1 تمام. الشرط الثاني كي سي 1، كي سي 1 ده ان الباس كابلر ما عليهوش تريب تمام. كي سي اي 1 ان البريكر في السيرفيس، البريكر انكمر واحد يكون في السيرفيس، عشان الكهرباء تخش كده على طول لازم يبقى البريكر انكمر واحد في السيرفيس والباس كابلر معلوش تريب وانكمر واحد هو كمان معلوش تريب تمام. طب في سكه تانية هنا عامل لك باي باس على كل ده، على كل الشروط دي. ايه الباي باس ده؟ اللي هي نقطه كي سي تي 1 دي جايه من ريلي، هاتوا كده هو ده كي سي تي 1 ده جايه من نقاط التست. لو البريكر ده انكمر واحد ده كان في التست يقول لك يا عم حتى لو انكمر اتنين شغال وحتى لو الباس كابلر شغال ما دام البريكر بتاعك في التست خلاص ودي كهرباء واعمل اون اوف براحتك ودي مستو تمام. خلاص احنا سيبك من سكه التست، خلينا في سكه السيرفيس. مشينا كده، مشينا المشيه دي كده، الجهد مشي كده، لازم الاول اندر ام ان ده اختصار لاندر فولتج ريليس كويل، لازم يجي له جهد الاول. طيب هو عنده اختيارين، يا اما يكون على وضعيه الاوتو يا اما يكون على وضعيه المانيوال. نفترض ان انا جايب السلكتور على المانيوال، هروح الجهد هيعدي. طيب هيعدي في مسارين، في مسار وضع الريموت جايبه على الوضع الريموت ولا مش جايبه على الوضع؟ لا انا مش جايبه على الوضع الريموت، مشيت كده وديت كهرباء على الاندر فولتج ريليس كده خلاص البريكر اتشحن وخلاص ريدي تو كلوز. طيب لو انا جبته على وضع الاوتو الكي اي 1 داش 1 ده الريلي اللي انا بجيب السلكتور اللي فيه ريلي بيلقط بس في صفحه ثانيه مش هرجع ثاني بقى ليها، ده بيقفل الوضع الاوتوماتيك فبيمشي، ده قفل. فلما ده قفل تمام مشي كده وجي كده جه على وضع الايه؟ جه شغل الاندر فولتج ريليس كويل تمام كده؟ تمام. ان انت فائده الكونتاكت ده ايه؟ ان انت حتى لو عايز تفصل البريكر من هنا من البوش بوتون ده مش هيتفصل معاك، مش هتشيل الكهرباء من الاندر فولتج ريليس كويل لان ليها مسار تاني هنا زي ما شرحناها قبل كده. تمام. طيب انا عايز اشغل بقى الكلوزنج كويل اللي هو الاكس اف ده، اعمل ايه؟ في مسارين برضو مانيوال واوتوماتيك، هنا مانيوال على الشمال الاوتوماتيك على اليمين، مشينا كده مانيوال خلاص انا مش جايب على وضع الاوتو. في سكتين، سكه برضو التست وسكه الكونكتد. لو في التست خلاص هتخش الكهرباء عادي مانيوال، لو في السيرفيس لازم برضو تعدي على شروط. قام عديت كده رحت دست اون الكهرباء وصلت لي على الاكس اف تمام. تمام كويل التشغيل، كويل التشغيل هو الاكس اف الكلوزنج كويل. طيب لو هو على وضع الاوتو لازم اعدي الاول على تايمر، لازم اعدي الاول على تايمر عشان خاطر البريكر استنى لما يشحن واستنى لما الجهد يثبت. التايمر تي 1 اللي هو الزيرو تايمر اللي هو ده وريه الباشمهندسين اهو، في ثلاثه جنب بعض والرابع ده الحاجه ثانيه. الثلاثه اللي جنب بعض دول واحد بتاع انكمر واحد والثاني ده بتاع انكمر اثنين والثالث ده بتاع الباس كابلر تمام. تمام نفس الشروط دي في انكمر اثنين، يعني اللي احنا قلناه في انكمر واحد ده هو الخاص بانكمر اثنين. طيب الباس كابلر هي رسمه الباس كابلر هي بس فيها شرط زياده، فيها شرط زياده. ايه هو الشرط الزياده؟ خلينا نشوف اهو، دي رسمه الباس كابلر تبقى اصعب شويه، نشوف دي كده رسمه الباس كابلر اصعب شويه. طيب الباس كابلر ليه شروط عشان يشتغل، ما ينفعش يشتغل على اند دايره اند اللي هو انكمر واحد اون وانكمر اثنين اون في نفس الوقت
ما ينفعش يشتغل، لازم يبقى اوف. طب لو انكمر واحد اوف وانكمر اتنين اوف برضو ما ينفعش يشتغل. دي حاجة اسمها الديد باس بار، وحوريها لك في الرسمة، حوريها لك في الرسمة يا باشمهندس. بص يا هندسة، في نقاط هنا اوف من حالة، من حالة انقمر واحد وحالة انقمر اتنين. النقاط دي 31 و 33 و 34 وما يقابلها في انقمر اتنين 31 و 32 و 34. بص هو عاملها دايرة ايه؟ دايرة اور. يعني هي ايه؟ لو الاتنين اوف الجهد مش هيوصل لك خالص، الا لو انت جايب البريك على وضعك. ولو الاتنين اون مش هيوصل، ولو الاتنين اون الجهد مش هيوصل لك. لازم حاجة تكون مختلفة، لازم في حاجة مختلفة. دي اسمها ديد باس بار. ما ينفعش الاثنين انقمر يكونوا اون ابدا، يكونوا اوف والباس كفلر يكون اون ابدا الا لو كان في وضعيه التست. هتعمل ايه؟ باي باس على كل ده. طب تعالى نقرا الشروط مع بعض. ادي واحد منهم اوف خلاص، واحد منهم اون والثاني اوف خلاص قلناها. كي سي اي 1 وكي سي اي 2 لو واحد منهم، لو الاثنين كانوا اوف بس واحد منهم في التست المفروض حتى ما يشتغلش. حتى يعني على الرسمه دي كده، لو ده فصل يا باشمهندس فكر معايا كده، ده كان واحد منهم في التيست، فالكونتاك ده قفل. انا في التيست بس الاثنين اوف، يبقى لازم تجيبه اون وهو في التيست. واحد منهم لازم يكون تيست ويكون اون عشان تشغل الباس كفر. ما هو البريكر ده لو كان في التيست وانا جبت اون، دي برضو النقط دي هتغير اوضاعها عشان دي خاصه بالاون. خدت بالك انت؟ يعني انت لو عايز تجرب الباس كابلر وديت، انت على ديت باس بار مفيش اثنين انقمه، تطلع البريكر في التيست تمام وتدوس اون عليه، النقطه دي هتغير وضعها، فالجود هيجي لك، هيعتبر ان البريكر اللي خرج ده كده كده ما بقاش عليه كهرباء، ما بقاش عليه كهرباء لانه في التيست، هيعتبر ان هو سقط فيقدر يخش. الله ينور عليك. تمام. ايه الشروط بقى؟ كي سي 1 وكي سي 2 وكي اس دي 1 وكي اس دي 2. كي اس دي 1 وكي اس دي 2 دي معروفه ان لا انكمر واحد ولا انكمر 2 عليهم تريب. خدها قاعده، الباس كابلر عمره ما يخش على تريب. الباس كابلر عمره يا باشمهندسين ما يخش على تريب، عشان المصدر لو عدم عمل تريب وقع الانكومنج هيوقع الانكومنج التاني. الله ينور عليك، بطريقه منطقيه. الله ينور عليك، هيوقع الانكومر التاني. الباس كابلر يخش على انسحاب الجهد على اوفر فولتج اندر فولتج في السيكونس في فيلير، يروح داخل. مشكله في الجهد يدخل، مشكله في الامبير الحمل نفسه اللي مغذيه الانكومنج ده، هو وقع الانكومنج نفسه، فانا مش هدخل الانكومنج التاني وخرب الدنيا كلها. انت كده ضيعت الدنيا. هعمل بلوك اوت. هعمل بلوك اوت مظبوط. تمام. طب كي سي 1 كي سي 1 وكي سي 2 دول شروطهم ايه؟ ان الباس كابلر نفسه معلهوش تريب. ان الباس كابلر نفسه معلهوش تريب. واول حته مهمه قوي في دايره 2 اوت اوف 3، مهمه قوي الحته دي، مش كل الناس عارفاها. ان دلوقتي لو انكمر واحد شغال مع الباس كابلر والباس كابلر عمل تريب تمام؟ طب انكمر واحد هيفضل اون زي ما هو، يبقى انا مغذي نص السكشن تمام. طب نفترض الكهرباء فصلت عن انقمر واحد، لازم الباس كابلر يخرج، لازم الباس كابلر يتعمل له ريسيت. يعني لو الكهرباء جت تاني مش هتخش لك، طول ما الباس كابلر عليه تريب اللي هيفضل، اللي كان اون هيفضل اون، بس لو خرج بقى اوف، لو انا جيت وقفلته بايدي عشان يرجع تاني مش هيرجع تاني، لو وقفت على دماغك مش هيرجع تاني، لازم ترست الباس كابلر. قلنا الريسيت بيتعمل ازاي؟ عندك في ريسيت ميكانيكال ريسيت اهو، وفي الكتريكال ريسيت في اللوحه دي تمام. في حركتين للريسيت، مش كل اللوحات فيها حركتين للريسيت. في لوحات ما بيبقاش عامل لك التريب ريسيت اللي هو الريسيت الكهربي، كله بيبقى ريسيت ميكانيكي، بس اللوحات بقى النظيفه الشغل النظيف عامل لك ايه؟ تريب ريسيت كهربي. تمام كده خلصنا اهو. ما فيش تريب على الانكمر واحد ولا انكمر اتنين، والباس كابلر نفسه ما عليهوش تريب. وكي سي 1 وكي سي 2 دي عامل لك نقطتين عشان ايه؟ يثبت الاكشن بتاع ايه؟ لو انكمر واحد كان شغال والباس كابلر عمل تريب وخرج عشان يدخل تاني، في نقطه في ليه بيغير وضعه ما يخلوش عمره ما يدخل تمام. كي سي اي 3 ان البريكر في السيرفيس، دي خلاص انا عايز بقى اعمل باي باس على كل ده. يعني الشروط دي كلها انا عايز اعمل باي باس، اخرج البريكر في الباس كابلر، البريكر ده اخرجه واجيبه في التيست، وايه النقطه السي تي دي هتغير وضعها، اروح ايه ماشي على الايه، ادخل له كهرباء عادي. والنقاط دي اللي احنا شرحناها نفس النقاط الايه، نفس النقاط التانية، بس هنا فيها حتة زيادة، حتة التايمر بقى، يعني ما ذكرتهاش قبل الفيديو بس نشوفها مع بعض. طيب أنا كده دي سكة الأوت ودي سكة المانيوال. طيب أنا عشان الباس كابلر يخش أو يخرج، مش الباس كابلر لما الكهرباء بتقطع، لما الكهرباء بتيجي بقى الانكمر واحد دخل، يعني كان خرج وبعد كده إيه رجع تاني، هعمل إيه؟ لازم أفصل الكهرباء على الأندر فولتج ريليس كويل. هفصلها إزاي؟ هفصل الجهد هفصله ازاي؟
الجهد بتاع لو انا جايبه على وضعيه الاوتو لازم اجيبه على وضعيه الاوتو، فالكونتاكت ده قفل مشي في ثلاث اتجاهات، مشي ليه عنده عند في ثلاث سكك ليه، كي اي 1 داش 1 وكي سي اي 3 والنقطتين دولت بتوع التايمر. اقفل كده الفيديو هجيبها من الصفحه الثانيه ونكمل. دلوقتي دي الجهد واصل للكويل الاندر فولتج كويل بتاع الباس كابلر سيركت بريكر، تمام؟ واصل له ازاي؟ لو انا جايبه على وضع الاوتو فالكونتاكت ده بيقفل، يبقى انا كده عشان اروح للاندر فولتج ريليس كويل عندي ثلاث اختيارات، يا اما نقاط هنا نقطتين واحده منهم تكون شغاله، نقطه الايه؟ التايمر اللي راكب على الريلي اللي واخد اشارته من الاندر فولتج من الفيس سيكونس ريلي، يعني يو 1 ده اشتغل شغال لي كي يو 1 ده ريلي عليه جزوري كونتاكت وعليه تايمر اون ديلي، ويو 2 ده لو اشتغل هيشغل لي الريلي ده اللي عليه جزوري كونتاكت 2 جزوري كونتاكت وعليه التايمر الاون ديلي، تمام كده؟ في الحاله العاديه في الحاله العاديه لو الاثنين انقمر شغالين النقطتين دول بيغيروا وضعهم، فانا لو جبت السلكتور على وضع الاوتو النقطه دي هتبقى مفتوحه، ودي الخاصه بالكونكتد ان البريكر مش كونكتد، لو البريكر في التست بتقفل فانا خلاص ممكن اشغل الباس كابلر وهو في التست، تمام؟ والنقطه دي في حاله الاوتو بتكون مفتوحه من ريلي اسمه كي اي 1 داش 1 بتكون مفتوحه بيكون عليها جهد، انا مش عايز ارجع للصفحه تاني، بيكون عليها جهد ومفتوحه، فانا طول ما الاثنين عليهم جهد عمر الاندر فولتج ديسكويل بتاع الباس كابلر بتاع الباس كابلر سيركت بريكر والبريكر في السيرفيس عمره ما يكون عليه كهرباء. طيب لو 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 انقمر اثنين بقى اوف، النقطه دي لو انقمر اثنين اوف، النقطه دي اللي هي على هنا اللي هي هنا هترجع لوضعها الاصلي هتبقى اون، فهتسمح لك للجهد ان هو يعدي على هنا. طيب لو لو الانقمر اثنين انقمر واحد كمان دخل فالنقطه دي هتفتح، فالنقطه دي فتحت والنقطه دي كمان فتحت، فالجهد هينسحب من الاندر فولتج ديسكويل البريكر هيعمل اوف. واضحه؟ يعني عشان الكهرباء تيجي لي تاني، يعني انا الباس كفر دلوقتي شغال فلازم النقطه تكون مفتوحه، دي مفتوحه مثلا ودي مقفوله او العكس، لو الاثنين انقمر شغالين النقطتين دول بيفتحوا فعمر الجهد ما هيوصل للاندر فولتج ديسكويل، فهيفضل البريكر زي ما هو على الوضع الاوف، تمام كده؟ بس كده دي اخر حاجه.